نعيمة كمال من مواليد 1955، فاعلة جمعوية، ممولة الحفلات بمدينة الدار البيضاء. ربينا تربية حسنة، كان الأب ديالنا قدوة لنا، كان فاعل جمعوي وكان مقاوم كبير، وربنا على التسامح، ربنا على الإخلاص، ربنا على الصبر، ربنا على روح المواطنة. ركب فينا عزة النفس، وهذه التربية هي اللي عطتنا الدعم باش ربينا أولادنا تهما وربيناهم أحسن تربية، ربيناهم على الصبر وعلى حسن المعاملة للآخرين. وي صافي نورمالمون لاشيت. Il y a des gens qui sont spécialisés, ils ont leur spécialité dans ce genre. كان الوالد الله يرحمه أول واحد اللي ورشح بناته للتعليم، وعطى مثال للناس ديال القرية أنهم يقريو بناتهم، ولكن بالمساعدة منه. هذا هو علاش كان فاعل جمعوي كبير، يعني الناس عاونهم باش كملوا القرية ديالهم. كانت القرية فيها القراية حتى الابتدائي، وهو كان داير لهم، يعني ما كانش لانترنا ديك الساعة، ما كانش الداخلية، كان هو داير الداخلية من عنده من ماله الخاص. والدراري راهم تبارك الله كلهم دابا راهم أطر ما شاء الله اللي قرى الوالد وكبرهم. ما كانش كيضرب الحسبه حتى حاجه، تيخصو ولاد البلاد يقراو بحالهم بحال ولادو. وما بقاش باغي اللي نعرفها مشات عاشت مع راجل اخر، يعني وصلات للقاطع. ايوا دابا الولاد اللي كيمشيو ضحيه ديال هذا، وهاد الولد جاتو فرصه انه واحد العائله غتكفل به وغادي تعيشو مزيان وتقري مزيان. ودابا حنا الحمد لله خدامين في محاربه التسول، اللي هو ولا ظهيره واعره بزاف وباينه وما خصهاش تكون، لانه رجعوها حرفه ورجعوها هذا. وحنا كنحاولوا نقيو هاد الطريق هادي من هاد الناس اللي هما هزين بالعيالات، حاطين اربعه الدراري خمسه. فينا هو التعليم الاولي ديال هاد الناس هادو؟ فينا هو طريقهم اش غيوليو؟ فينا مهندسين اللي كنتسناو؟ فينا هما الاطباء اللي كنتسناو؟ فينا هما الاساتذه اللي كنتسناو؟ واش هاد الناس هادو غيخرج منهم هاد الشيء؟ ايوا راه خاص كلشي يتعاون، خاص كلشي يتعاون. ظن بلي الشهاده الاولى كتخرج من البيت، من عند الام هي اللي كتعطي الشهاده الاولى قبل ما يدوز الولد للتعليم يعاود ياخذ شهادات اخرين. الام لما كتضحي على ولدها وتربيه مزيان وتراعيه وتسهر عليه وتعلمه مبادئ الحياه ومبادئ الاخلاق، ما تمكنش داك الولد يخرج ماشي هو هذاك.